أسامة سليمان. أسامة سليمان ده متحدث بتاع إبراهيم منير، قال أسامة سليمان اتكلم على محمود حسين ورجالته، قال دول مجموعة من المرتدين المنافقين سحرة فرعون. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لما يقلبوا على بعض، قلبوا على بعض، سموا نفسه على بعض سحرة فرعون ومرتدين ومنافقين وغير مين، إخوان مسلمين بيهاجموا وبيشتموا وبيفضحوا وبيقطعوا في عرض إخوان مسلمين. ما لكم كيف تحكمون؟ نستمع إلى أسامة سليمان. عندما نتحدث عن الثبات والتضحية من أجل الثبات تذكرني واقعة سحرة فرعون. لما ثبتوا أمام فرعون وتهديد فرعون رغم ما قاله وهددهم فيه، لأنهم أيقنوا بأن أمامهم معجزة، ثبات هؤلاء يذكرنا أو يدعونا إلى أن نثبت في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه المواقف. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك المنافقين، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرين، وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك المرتدين. وبالتالي إذا كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أن في تاريخ الجماعة من سقط فركن، والكل آيل السقوط بما وأولهم أنا ولست أنا آخرهم، ومنهم من أخطأ واعتذر عن خطئه وعاد للجماعة، ومنهم من أخطأ فعاند وتكابر وخطأ الآخرين من أجل ألا يعترف بخطئه، ومنهم من تآمر على الجماعة، ومنهم من أنشأ جماعة أخرى، ومنهم إلى منهم من ألحد أو خرج عن الإسلام. أنا أتحدث عنا جميعا، عني وعنهم وأنا قبلهم، أننا كلنا آيلون للسقوط. طيب، بيقول كلنا آيلين للسقوط أو آيلون للسقوط، وأنا منهم لأول ولا آخر واحد. ده بيتكلم بيصف جماعة محمود حسين بأنهم جماعة من المرتدين والمنافقين. يعني شيء غريب جدا، أنا ما كنتش أتخيل والله العظيم، والله صادقا لما أتخيل أنه ممكن يصل الخلاف بين جماعة بتدعي أنها وأنها وأنها إلى هذا الحد.